طيب خلينا نروح للكابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي السابق واخد رايه في مباراه الامس، وبرضه يعني برضه هنتكلم على الماتش القادم في يوم الجمعه القادم وتحديد المركز الثالث والرابع امام اوراوا الياباني، وان دايما ان احنا نتمنى ان النادي الاهلي يعني بيرجع دايما بانجاز، انجاز هو تحديد المركز الثالث والرابع انه واخد الثالث بامر الله. كابتن حسن تحياتي ليك. حياتك يا كابتن فاروق، ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله بخير ربنا يا رب دايما يا كابتن. اخد رايك في الماتش، انا يمكن وانا بقول احنا ما نلومش غير نفسنا ان احنا كان في ايدينا مكسب في الشوط الاولاني ضيعناه. اخد رايك في الماتش بالكامل يا كابتن، ولو دي ما قلتي صحيحه يعني تاكد عليها يعني لو ده موجود عندك. ده اكيد، ده اكيد اللي انت بتقوله مظبوط مليار في الميه، ان انت اللي ضيعت الفرص، انت اللي ضيعت المكسب من ايديك. كانت الفريق انا شايف ان يعني عارف انت ايه، السن والاعمار، كانت الفريق المنافس بتاعك كنت تقدر تسيطر في الشوط الاولاني بالذات، لان كمان كان في ناحيه الشمال، انت كنت ممكن ناحيه الشمال دي تعمل صوالات وجولات وتروح تعمل انفرادات، لان كمان المدير الفني بتاع الفريق البرازيلي كان بيلعب بطريقه غريبه، كان بيدخل مارسيلو في نص الملعب ويدخل الباك الثاني في نص الملعب، وبيخلي لعيبه نص الملعب هي اللي بتلعب اكنها زي باك ليفت، فكانت في حاجه كده غريبه بتحصل، بس كان النادي الاهلي مسيطر عليها وكان بيعمل الكونتر اتاك كويس جدا. يعني صحيح، ده كان ساعات بتروح باربعه كابتن على اتنين باربعه وتلاقي نفسك بتضيع بسبب رعونه، بسبب ان انت بتعمل باص غلط، او بسبب ان انت بتختار اللعيب الغلط، ده في كوره كهربا لو حطها الضرس بتاعه كان هيروح انفراد. ده كان حسين الشحاته كابتن مش كهربا؟ لا الشوط الثاني. اوكي تمام. وفي واحده بتاعت الشوط الاولاني حسين الشحات لمعلول. لمعلول بالظبط كده. بالظبط. لا يعني الواحد حافظ الماتش بالذات الكور اللي كمان اللي ضيعناها بتاع الكهرباء بالدماغ، وبتاع بيرستاو اللي بالدماغ. سبحان الله الكوره كانت بتروح للناس اللي هي يعني بتلعب بدماغها قليل، مع ان الكهرباء بيلعب بدماغه يعني مش وحش يعني، بس كويس يعني بس مش مميز فيها. يعني لا بس يا كابتن عارف انت لما تجي لك كوره وانت اصلا في نص الجول والجول واقف ما اتحركش وتديها له في ايده دي حاجه يعني، والجول مفتوح جول كبير يعني. بس هي النقطه كانت الفاروق الواحد عايز يتكلم ايه في بدايه التشكيل، يعني ايه انا بعتب على مستر كولر في ان هو ايه ديانج كان المفروض هو اللي يبدا، ما كانش اكرم توفيق، لان اكرم توفيق بقاله كتير بعيد وتجيبه، فلما بتيجي تلعبه باك رايت البكره ده كانت فاروق، احنا طبعا لعبنا فعارفين البكره انت ممكن تدافع كويس وما تطلعش على الهجمه في مساحه معينه كابتن. بالظبط في مساحه معينة. لكن طبعا نص ملعب هي مساحه اكبر بالظبط، اما لعيب نص الملعب هتجري، لازم تدافع كويس، لازم تهاجم كويس، لازم تكمل الهجمه، لازم ترحل كويس، فديت برضو انا شايف ان هي برضو كان ريسك جامد. يعني دي ممكن تكون غلطه، يعني دي من وجهه نظري، ممكن يكون هو أدرى وشايف لعيبته أحسن وشايف إن ده هو ده اللعيب الأميز، بس ما كانش الأحسن كده، كان ديانج كان أحسن لو كان بدأ المباراة يعني. طيب دي النقطة. النقطة الثانية كانت فاروق، إن أنت لما تيجي أنت شايف لعيبتك مجهدة ولعبة ماتش كويس جدا قدام اتحاد جدة وعاملة مجهود جامد وعاملة مجهود مضاعف، مش لازم في وقت ان انت لازم تضغط ضغط عالي، انت وفي وسط المباراة انت عايز تضغط ضغط عالي وشايف اللعيبة بتاعتك مش قادرة، لا العب نص ملعب ولا بكون كونتر اتاك. انت فاهم يا كابتن فاروق؟ النقطه الثالثه، انت في الدقيقه 60 لازم تعمل تغييره، تطلع كهربا وتطلع حسين الشحات وتطلع اكرم توفيق من نص الملعب وتطلع امام كمان من نص الملعب، كانت يعني تبدا تغير الناس ديت واحده واحده من الدقيقه 60. انت فاهم يا كابتن؟ لان انت كنت محتاج ناس اقوى وناس انشط وناس احسن بتاع ده قبل ما يخش في الجول. والحقيقه كابتن برضو كانت عمليه الضغط انا بشوفها على الفريق البرازيلي ما كانتش بنفس القوه اللي كانت موجوده عند في مباراه الاتحاد، فبالتالي كنت تلاقي الفريق البرازيلي بينقل واحده واثنين وثلاثه بيضربوا بيها خط وبيضربوا بيها لعيبه بمنتهى السهوله وهم واقفين. الحقيقه برضه دي كانت هم بيضربوا خطوط وما كانوش بيروحوا للجول عشان مش قادرين يروحوا صح. لان الاعمار السن ما انت ايه برضه هم اذكياء جدا وذكائهم يقول لك لو انا رحت انا مش هرد، لان ده انا في كوره يا كابتن فاروق بتبقى هجمه كامله ليهم او كوره ثابته ليهم، تلاقي بالاربعه النادي الاهلي يقطع الكوره 4-5 رايح على الجول، فده يدل ايه ان
هم برضو عارفين ان فريق النادي الاهلي عنده سرعات، عنده لسه شباب، عنده الحماس، عنده كذا، فما كانش بياخد ويدي معاه. بس هم برضو اذكياء كابتن فاروق، الشوط الثاني ضغطوا ضغط عالي، ما خلوش النادي الاهلي كمان تغييرات كمان كانت موجوده بالظبط. التغييرات بعد ما جاب الجول، الضغط العالي اللي هو عمله خلاش النادي الاهلي يطلع يعرف يطلع بالكوره. فانت كل دوت المباراه عماله تمشي ومستر كولر مش يعني ايه، ما بيحطش ايده او ما بيحطش التغييرات او ما بيحطش الامور ويغير. ما انت مش المشاكل اللي هو المفروض تبقى جوه الملعب ما تعاملش معاها بسرعه وبشكل صحيح. قصدك كابتن معلش انا عايز اقول كلمه، هو قال قبل كده انا ما ينفعش انزل لعيب والريتم عالي وعقبال ما ياخد الريتم ممكن يضيع. طب ما انا اللعيب اللي عندي بينهار، طب انا هعمل ايه؟ طب ما كده لا، ده كده في الكوره صعب. اللي انت عايز تقنعنا بيه دوت لا، ما دي مش قناعات احنا ممكن نقتنع بيها ونبصم لك. هنبصم لما هتكسب، هنبصم نقول لك اه ان انت كده اللعيبه تبقى واقفه على رجليها، محدش بيعمل غلطات، الريتم بتاعهم سريع زي الماتش اتحاد جد. انا قعدت اقول لنفسي هو ممكن ما يغيرش لان كل اللعيبه كويس كلها واقفه على رجليها. مثلا كهربا وحسين الشحات جم في الاخر تعبوا شويه في الدقيقه 70 80، فانا قلت اه ده ممكن يتغيروا، وهو غيرهم فعلا. انت فاهمنا يا كابتن فاروق؟ اما انت كل مباراه هتيجي في المؤتمر الصحفي تقول لي ما تكلمنيش على التغييرات، لا ما تكلمنيش على ان انا مثلا لا اللعيبه بتاعتي كذا، لا ما احنا هنقعد نكلمك. ما انت لما بتكسب بنقول لك شابوه، بنقعد نقول انت عملت كذا، عملت واحد اثنين ثلاثه. زي ما لازم انا اقول برضه كابتن الحاجات اللي انا بنتقده فيها دي، لازم اقول الكوره الثابته عملها كويس جدا في الماتش دوت، عمل حاجات كتيره كويسه جدا، خلى برضو في كاس العالم دوت الناس كلها بتتكلم على النادي الاهلي كويس انه بيلعب كوره، مش رايح يدافع بس، لا ده رايح يهاجم ورايح يكسب ورايح يعمل حاجه كويسه. احنا بنقول اللي ليك واللي عليك يعني. صحيح. هو دوت النقطه. طب بتشوف يا كابتن الاسباب الهزيمه دي، هل التشكيل غلط من وجهه نظرك؟ هل عدم التوفيق، قوه الفريق الاخر، بتشوفها في النهايه ايه؟ يعني بتشوفها مجملا كده. الفرص اللي ضاعت يا كابتن فاروق، زي ما احنا قلنا في ماتش اتحاد جده انت جالك اربع فرص جبت منهم ثلاثه. فهي ديت النقط، انت جالك اربع خمس فرص. لو موجود راس حربه كابتن قوي، ما هنقعد كان كابتن كان يفرق معاك في بطوله زي كده؟ احنا هنقعد نتكلم في الموضوع ده كتير قوي، لان انت كده كده اولا حتى انت اختيارك للفرويد او للعيب اللي انت مثلا انت او الناس اللي انت رجعتها واستغنيت عن لعيب راح الدوري السعودي، فديت برضو من الحاجات اللي لازم كنت لازم تفكر فيها كويس. لازم يبقى عندك كهرباء وفرو التاني كويس عشان تقدر كذا مع اللعيب المحترف. في معلش يا كابتن فاروق، لو قعدنا نتكلم على مودست كتير احنا كده هنبقى حاسس ان احنا بايخين. احنا خلاص الراجل ده خلاص هو ما بقاش حتى امل يدينا امل خلاص ان هو ممكن يرجع او يعمل حاجه. حتى لما نزل اخر 10 دقايق ولا ربع ساعه الراجل مضغوط جامد جدا يا كابتن فاروق، لازم نقول النقطه ديت يعني. احنا لعبنا الكوره وعارفين ازاي لما بنضغط وكذا، هو الراجل مضغوط وبدا الناس توصل له الرساله الوكلاء بتوعه وبدا يقرا كويس ومش عارف ايه. حتى لما نزل ادى الراجل بالقوه، فانت مش هتستنظر منه حاجه كويسه غير لما يهدى والراجل كولر يديله الثقه والناس هتديله الثقه. بس انا شايف ان لا الامور صعبه بعيد قوي. طيب عايز اسالك كابتن على الهدفين، يعني بتشوف ايه الاسباب او الخطأين اللي وقع فيهم النادي الاهلي عشان يجي في الهدفين دول؟ وهل في لعيبه ممكن تتحمل الاهداف دي من وجهه نظرك؟ لا يعني انت في الاخر كابتن فاروق ده بلانتي لعيب عنده خبرات رهيبه، لعيب عنده خبرات كبيره. شايفها ضربه جزاء يا كابتن؟ ايه؟ ضربه جزاء شايفها ولا لان لبسها له يعني عارف انت كابتن فاروق بصياعه الكوره كده ايه؟ لبسه البلانتي لانه عمل حركه ذكيه جدا. حط رجليه يعني حط رجليه قدامه ووقف ما يعني ايه ما اتحركش. في لعيب بيبقى ايه يحط رجله وعشان يزق الكوره، لا ده حط رجليه ووقف عشان يخبطه. لا ده لعيب عنده خبرات يا كابتن، لاعب ريال مدريد ولعب وخد بطولات اوروبا وعارف هو بيعمل ايه، حتى لو وزنه زايد، حتى لو هو ايه بيطلع كرة من رجليه مظبوطه يعني. فده البلانتي يعني هو ايه لبسه البلانتي.
الجون الثاني يا كابتن برضو الارتداد، وانت خلاص بدأت عايز تجيب تتعادل او عايز تعمل كذا، فالارتداد بتاعك كان وحش صحيح من اللعيبه يعني، خلاص انت صحيح. واحد زي اتنين صحيح. كابتن حسن انا بشكرك كابتن، دايما بنسعد بوجودك معانا، وان شاء الله نتمنى الاهلي في الماتش اللي جاي بقى يحقق ميداليه برونزيه، وبالتالي يعني يرجع برضو بانجاز تاني من انجازات النادي الاهلي في بطوله كاس العالم. كابتن حسن مصطفى نجم النادي الاهلي.